مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. دولا عملت ايه في حكايه البنزين يا ابني؟ بعت لنا شويه بنزين محترمين. شوفي عندنا في حاجه ساقعه، في ميه في الثلاجه، هنعمل بيها ايه؟ نحطها بدل البنزين؟ يا دولا ارحمني، هنحط ميه بدل البنزين؟ اي حاجه تملى التانك يا ابني. طب ايه اعمل ايه؟ عاوز اعمل ايه؟ ابعت مرمر باي جيركن تملاه ميه تملاه بنزين؟ ابعت مرمر ازاي بجيركن ايه؟ ابعت لي انت اي حاجه وكل حاجه. قول لي مرمر مش عارف هو حاطط نقره من نقرك ليه؟ امال لو عرفني يعني كان ايه يعني؟ مش فاهمه. مش عارف حاطط نقره من نقرك ليه؟ انا مش فاهم. انا لسه اشوفه الصراحه دولا ده. ما علينا، ممكن تكملي بقى؟ ما علينا. بس بعد كده جه مالك اسمه يهو يقيم. يهو يا قيم ده صعب قوي. اسم اساميهم كلها صعبه. يهو شفاط ويهو يشوع يهو اسامي زمان كانت كده. يهو يهو خدي بالك من حاجه مهمه قوي، اما تقري معايا في الكتاب الشواهد اللي بكتبها لك دي تلاقي قصه ايه؟ حاجه من هنا وحاجه من هنا. هو مش حاجه من هنا وحاجه من هنا، بس الكتاب المقدس مش مترتب بترتيب الاحداث. يعني ايه؟ يعني مثلا تلاقي الانبياء، قلنا الانبياء الصغار دول في الاخر الكتاب المقدس. هو هوشع وعبديا وعبديا ونميخا. رجعنا تاني؟ لا ما احنا مش رجعنا، هم دول بس محطوطين في الكتاب في الوقت في المكان ده، لكن هم مش ترتيبهم اخر قصه. تاني يعني قصص مترتبه في الكتاب المقدس مش بالترتيب، حصل دي اول ودي الاخر. فتلاقينا دلوقتي احنا بعد شويه كنا بنتكلم على هوشع اللي هو في اخر من اواخر الاسفار. احنا قلنا هنخلص دلوقتي رجعنا ايه تاني؟ لملوك التاني مره تاني. ما هي الترتيب كده، كان في الوقت ده جه هوشع، وبعد كده على اساس ان هوشع في الوقت ده بس كان حاجه صغيره في حطه الصغير في الاخر. برافو عليك. بس فنرجع تاني، احنا بنحكي دلوقتي حكايه من ملوك التاني برضه. ايه هو اسمه ايه؟ يهو يقيم. فملك يهو يقيم ده ايه؟ اخباره ايه؟ ده كان كويس في ايام الملك ده بقى؟ كان ملك مش كويس، وربنا ابتدى ينفذ ايه؟ الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت بتاع مين؟ ارميه. فاكر الدش جاب البلاص وكسره على اساس الفخاري؟ الفخاري والبلاص كسره، قال له ربنا هينتقم منكم عشان انتم مش كويسين. ابتدى الانتقام ربنا يحصل حاجه مشهوره قوي في الكتاب المقدس اسمها سبي بابل. جه ملك اسمه نبوخذ نصر من بابل، راح سبى بقى بهدل الدنيا، حتى الهيكل بتاع سليمان كسره. وانت عارفه من الوقت ده حاجات كتير اختفت ما نعرفش اي حاجه عنها، اختفت حاجات لحد كتير دلوقتي؟ لحد دلوقتي. yeah. هيكل سليمان كسروه خالص. تابوت العهد اتكسر واتسرق، ما تعرفيش راح فين، واتبهدلت الدنيا بقى في الوقت ده. حصل بقى ايه؟ السبي بتاع بابل ده كان نبوخذ نصر ده كان ملك عظيم قوي بصراحه. وكان كبير قوي، وهتفتكر هنيجي عنده قصص، هنحكي دلوقتي قصص شويه على نبوخذ نصر. بس في الوقت ده جه بقى اخذ الشعب وسبى الشعب وبهدل الدنيا. طيب. عارفه نبوخذ نصر ده كان حته اسمها بابل، عارفه بابل دي اللي هي فين دلوقتي؟ فين؟ العراق. فايه جه بقى من الحته بتاعت العراق كده راح ناحيه اورشليم، وراح سبى بقى هناك واخد الناس بتوعهم واخد الشباب بتوعهم وبهدلهم خالص. راح ايه ارميه عمل ازاي؟ لبس رقبه كده من خشب وقال لهم انه نبوخذ نصر ده هيعمل فيكم ايه؟ هيمسككم رقبتكم كده زي العبيد. فواحد قال له احنا ما يهمناش، احنا هنمسك الرقبه دي ونكسرها. راح ارميه قال له لا خد بالك من حاجه، ان انتوا كسرتوا الخشب، لكن ايه نبوخذ نصر عمل لكم رقبه من حديد عشان انتوا بتتعاقبوا من وأصعب. ربنا يعني مش نبوخذ نصر بيعاقبكم، ربنا استخدم ايدين نبوخذ نصر هي اللي تعاقبكم عشان انتوا كنتوا اشرار ومش سمعتوا كلامي. زي ما دولا كده ما سمعش الكلام. انا دولا مش عارف اساسا. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. We'll be right back.
حوت 14.